أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل هذا الموعد الإخبارية يأتيكم مباشرة من قناة زان نيوز، والبداية بالمشهد الصحي الذي تعيشه الجزائر، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالكوليرا إلى 74 حالة عبر 6 ولايات بوسط البلاد. وأفاد بيان عن الوزارة تلقت القناة نسخة منه أن ولاية البليدة لوحدها سجلت 39 حالة مؤكدة مقابل 15 حالة عبر إقليم ولاية بازا، ونفس العدد مسجل بولاية الجزائر العاصمة. وأحصت ولاية البويرة 3 حالات مؤكدة، في حين سجلت ولايتي المدية وعين الدفلة حالة واحدة لكليهما. بيان الوزارة أوضح أن الحالات التي غادرت المستشفى بعد تمثلهم للشفاء التام بلغت 132 مريضا، ما يعادل 66% من العدد الإجمالي للحالات المتبقية بالمستشفيات، مع الإشارة إلى أن الوباء يبقى منحصرا بولاية البليدة. أعاد معهد باستر بالجزائر العاصمة فرضية تلوث الخضر والفواكه التي تم سقيها بالمياه القذرة كسبب رئيس في انتشار الكوليرا. المعهد وفي بيان يناقض تماما تطمينات وزارة الفلاحة حذر من استهلاك فواكه الدلاع والبطيخ والشمام والخضروات التي يمكن أن تؤكل دون طهي، كونها مصدرا محتملا لانتشار الوباء. تقرير في السياق لميلود صولي. تصادمات وتناقضات جديدة بين وزارتي الفلاحة والصحة في التعاطي وتشخيص مسببات وباء الكوليرا، فما هي إلا أيام من تطمينات وزارة الفلاحة بسلامة كل المنتوجات الفلاحية من البكتيريا المسببة للداء. معهد باستور يحذر مرة أخرى الجزائريين من تناول الخضر والفواكه الموسمية بحكم كونها المسبب الرئيس الذي يقف وراء انتشار وباء الكوليرا بين الجزائريين. فالخضر والفواكه من قبيل فاكهة البطيخ، الجزر وحتى الطماطم التي تم سقيها بالمياه القذرة تظل المتهم الأول حسب نتائج تحاليل معهد باستور في توسع دائرة انتشار وباء الكوليرا في ولايات وسط البلاد. نتائج تشخيص مسببات وباء الكوليرا لدى معهد باستور تسقط في الماء وتنحصر في دائرة وزارة الفلاحة في خانة المغالطات والافتراءات الدعائية، فهي التي تحركت على أكثر من صعيد لبحث تطمينات كثيرة للجزائريين مفادها أن المياه المخصصة لسقي الفواكه والخضر صحية ولا يمكن أن تكون في أي حال من الأحوال سبب استفحال وباء الكوليرا. Parfois, sortir sur le terrain est beaucoup plus bénéfique qu'autre chose. Sortant sur le terrain et voyant ces grandes surfaces de plantations de pastèques et de melons dans notre pays, tant à l'ouest qu'à l'est, hein, on peut sortir sur le terrain et voir ce qui est les parcelles. C'est ce qui est normal. C'est de l'eau qu'on peut même boire, même quand on met ses deux mains. وكاين فلاحين راه يسقي في الدلاع تاعو ويشرب بيديه، يدير الكفين تاعو هكذا ويشرب الماء هذيك. يا هل ترى هذا الانسان مريض؟ سي بور سا كو جو دي او سيتويا سي فري كون ا توس بور نو سون توس دي الجيريان دي اون ا با لابيتود دافوار دي فينومين هكذا بروس كي اريف مي جو بونس كو فير دو لا بروباغاند. تعددت الروايات الرسمية في تشخيص مواطن الداء لانتشار وباء الكوليرا، بل تضاربت وتصادمت على أكثر من جبهة في ظل استمرار التناقضات الحاصلة في التصريحات والبيانات الواردة من مختلف الدوائر الوزارية، وفي المحصلة تسقط المصداقية وتغيب معها الثقة لدى الجزائريين. رغم تأكيدات وزارة الصحة باستقرار الحالات الوبائية وتطمينات وزارة الفلاحة بشأن سلامة الخضر والفواكه، إلا أن مقاطعة بعض الخضر والفواكه الموسمية التي طالتها الإشاعات حول مصدر الوباء متواصلة. مقاطعة استهدفت البطيخ الأحمر في مقابل انتشار غير مسبوق في مبيعات الفواكه الموسمية البرية على غرار التين الشوكي التين الذي بات الفاكهة المفضلة للجزائريين في هذه الصائفة. الصورة يصدها حسام غربي من المسيلة.
مع انتشار خبر وباء الكوليرا عبر بعض ولايات الوطن، موجة ركود حادة تضرب معظم أسواق الخضر والفواكه بعد العزوف المتواصل للمواطنين على اقتناء بعض المنتوجات الفلاحية خاصة الفواكه الموسمية منها كالدلاع والبطيخ. حالة الخوف والارتباك التي يعيشها بعض سكان ولاية المسيلة من هاجس الكوليرا دفعت بالكثير إلى مقاطعة شراء هذه الفواكه رغم كل التبريرات التي يتلقونها من طرف التجار. تظن الناس وافت وش تشري، فهمت؟ كيما الدلاع الناس كون تعرف تاع الغرب تشري تاع الغرب، خايفين من له الناس مش تشري، خايفين من هذيك في التلفزيون ولا في مسكو في الأوساخ بالماء القذر هذاك. خي على المباشر كيف يروح يشري يقولوا في الدلاع يجبدوا فيها هكذاك كيف يروح يشري كوليرا ما كانش خلاص نهائيا. الدلاع رانا ناكلوا فيه يوميا ورا نقص الدلاع لا مارش نتاعو ورا نقصت، داروا له دعايه بلي راه كاين الكوليرا، التجاره نتاع الدلاع راه نقصت، مات ضربه واحده رجال راه باصات راه ما عندهمش الا غلب، هذاك هو الباب اللي راهم يدنقوا ليه، الا كان كاش ما كان حاجه اخرى ما نعرف. والكوليرا راه صبعت في الجيوب ما كانش با يجي يبيع ويشري. مقاطعة المواطنين للبطيخ والدلاع ترك الكثير من المواطنين في رحلة البحث عن بديل لهما، والتين الشوكي أو بما يعرف بالهندي الخيار الأفضل وقائيا وصحيا على حسبهم رغم الارتفاع المحسوس في سعر هذا الأخير، وكما يقول المثل مصائب قوم عند قوم فوائد. الهندي الفاكهة مفضلة، الهندي باهي فاكهة مليحة. لا ايه الهندي نظيف نقي في مكان ريف، يعني ماهوش نقولوا على بذاك يجي في اجبه بجبال بذاك، يعني ماكل مفضل مليح. الهندي تاع الحماده مليح، تاع البحيره شويه يكون ناقص، بصح تاع الحماده تاع الجبل تاع الحجره هذاك هذاك كيما نقولوا هذاك ما يتسقاش من البحيره، بصح اللي يتسقى بالمطر يجي حلو على تاع التراب، يجي حلو على تاع التراب. هذا مسقي تاع صفيا، ما هو مسقي بالماء، ما هو مسقي بالزيكو، ما هو نايض ناتورال، خير من الدلاع خير من الفقوس، عنده موسم يجي فيه تاكل حبات بيحهم وربي رحمته. السنه الهندي غالي، صندوق ب 150 الف صندوق نشتروا فيه حنايا وندي طيو فيه. هذا التخوف الكبير للمواطنين من داء الكوليرا ومقاطعتهم لهذه الفواكه وإيجادهم للبديل سيبقي كساد هذه الأخيرة مستمرا إلى أن يتبين الخيط الأبيض من السواد بخصوص سبب هذا الوباء. هلك طفل في سن 15 على إثر صعقة كهربائية، وأصيب طفلان آخران كان برفقة الضحية ببلدية بريان بولاية غرداية. الضحية توفي بسبب سقوط كابل كهربائي عليه جراء الأمطار الطوفانية التي شهدتها المنطقة الأسبوع المنصرم. ويذكر أن الأمطار الطوفانية غمرت الكثير من المنازل والمحلات التجارية لا سيما في الشوارع المحادية لضفاف واد المداغ. نديم مساوية ضعنا في سطورة. الأمطار الطوفانية الكبيرة التي تهطلت على مدينة بريان بغرداية لساعات قليلة كانت كافية لتعري المستور وتكشف حجم الكارثة بعد تسجيل هلاك طفل بساقة كهربائية وإصابة اثنين آخرين إلى جانب الكثير من الخسائر المادية التي مست المنطقة وحولتها إلى مدينة عائمة غمرتها مياه الأمطار وزادت من حجم معاناة سكانها السيول الجارفة التي تشكلت بعد فيضان وادي المداغ. هي ليلة بيضاء وحالة من الرعب والفزع عاشها سكان وأهل مدينة بريان بعدما غمرت الأمطار الجارفة الكثير من المنازل والمحلات التجارية لا سيما في الشوارع المتاخمة لضفاف وادي المداغ. سيول عارمة وعواصف رعدية خارقة أجبرت أيضا في المقابل بعض العائلات على المبيت خارج أسوار بيوتها المهترئة. وإن لم تتسبب هذه الأمطار الطوفانية في خسائر بشرية كبيرة فإن حجم الهول والفزع الذي أصاب السكان أعاد لهم إلى الأذهان كارثة فيضانة عام 2008. هذا وحذرت مصالح الأرصاد الجوية من أمطار رعدية مرفوقة ببرد ورياح قوية مرتقبة في العديد من ولايات الوطن. وحسب بيان لذات المصالح فإن الولايات المعنية هي بشار، النعامة، البيض، الجلفة، المسيلة،
سطيف باتنا تلمسان سيدي بالعباس صعيدة تيارت وتمنراست. وأضاف المصدر أن تساقط الأمطار سيتواصل خلال 24 ساعة القادمة على هذه المناطق. إلى بشار، تطالب عائلة الصالحي بالولاية بتدخل القنصلية الجزائرية في جنيف للتحقق في ملابسات مقتل ابنها عبد المجيد ورميه من الطابق الخامس من طرف عصابة مجهولة في سويسرا. وفي نداء وجهته العائلة عبر قناة زير نيوز نددت بهذا الفعل الشنيع وطلبت بمساعدة السلطات الجزائرية. تفاصيل أخرى في هذه المراسلة من بشار. الحزن يخيم على عائلة صالحي ببشار بعد فاجعة مقتل ابنهم المغترب في سويسرا في ظروف غامضة ومبهمة، لتطالب العائلة بتحقيق معمق في القضية ونقل جثمان ابنهم إلى الجزائر في أقرب الأجال. لا، هذه القضية هذه راه جاتنا فاجعة. راهم البارح علمونا الأهل نتاع أهله، قالوا لعمي بلي راه توفى وما عرفناش كيفاش توفى. دروك حنا ماذا بينا هذا التحقيق هذا يندار، راه يندار تحقيق في سويسرا، ماذا بينا حتى هنا في الجزائر يندار تحقيق هنا باش نعرفوا كيفاش توفى ولد عمنا. حنا رانا اتصلنا هنا بناس باش يشوفوا في الامباصاد في السفاره لهيه، بصح ما راناش عارفين كيفاش الحادث، ما راناش عارفين كيفاش صرا، رانا مهولين. وفاة عبد المجيد تركت حرقة في قلب أمه التي لم تستوعب الموقف. خفتوني، قتلوا وليدي، نحروني. نحروني ذبحوا، اسمع، راه ذبحوا للشرع من عام الاول، راه ذبحوا جوج قتلات وسلك والثالثه مسكين قاصوه من سانكيا ماتاج وخلى جوج بنات في الغربه. شكون باهم؟ شكون اللي يولي باهم؟ شكون حنينهم؟ شوطونا خي، شوطونا شوطونا. كي طاري لهذا الولد، هذا انا باه وهذه امه، شفتي هذه امه. حنا جاتنا الخبر على غفله وما كنا فاهمين فيها والو، وصيفطنا الارواح قال لك اودي ما نجم نجي، انا مريض شويه. جماعه عليه طاحوا عليه وقالوا لي، انا قالت لي مرجو مجوج عندها جوج بزوز، هدرت معايا البارح انا باه، قالت لي راه قاسوه من ايطاج سانكيام ايطاج مع تاقه على 14 الصباح وكان يزكي. الجيران شافوه، هيا دوك حنا رحنا بعاد مغير بالاخبار، وماذا بين السلطات يعني تعاوننا تجيبها لينا باش ندفنوا ولدنا، والموت على كل حد. هاي ما حنا بخير، هاني ترى وليدي يجيبوا بيه، عجلوا بيه، عجلوا بيه. عائلة صالحي تناشد السلطة الجزائرية بمساعدتها من أجل حل لغز قضية وفاة ابنهم وكاد نقل الجثمان لدفنه. وفي أخبار التربية، أكدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بالدخول في إضراب وطني ابتداء من تاريخ 9 سبتمبر إلى غاية 13 من نفس الشهر. الإضراب يأتي احتجاجا على تماطل وزارة التربية في تلبية المطالب العالقة على أن يتبع الإضراب بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية بداية من تاريخ 11 سبتمبر. كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن قائمة الأدوات المدرسية لمختلف الأطوار التعليمية الثلاث. الإجراء حسب الوزارة جاء لتخفيف وزن المحافظ المدرسية. الخطوة الجديدة التي استغربها الكثيرون تطرح التساؤل حول استعداد الأساتذة لتطبيق القائمة فعليا. من منبرها المعهود صفحة الفيسبوك اعتاد الجميع أن يعرف مواعيد مسابقة التوظيف وتواريخ ظهور النتائج وغيرها، فقط من منشورة الوزيرة بن غبريط في الفضاء الأزرق. النافذة التي تطل منها مسؤولة القطاع التربوي على العمال والتلاميذ نشرت فيها هذه المرة قوائم ليست لأساتذة ناجحين بل لقوائم الأدوات المدرسية التي يحتاجها التلميذ حسب كل طور، ابتدائي متوسط وحتى ثانوي، بل وحتى حسب الشعب، علوم تجريبية كانت أو رياضية.
الرياض. من القلم الأزرق إلى الممحات إلى الكراس وصولا للغلاف، القائمة كاملة وبالتفصيل، لكن الأساتذة والتلاميذ أعابوا على بعض التفاصيل المنشورة. حجم بعض الكراريس لا يتلائم مع كثافة دروس المادة، خصوصا الرياضيات واللغة العربية وحتى التربية الإسلامية، خصوصا في الطورين المتوسط والثانوي. الخطوة هذه والقائمة التي اعتمدتها وزارة التربية ربما فاجأت الكثيرين باعتبارها خرجة جديدة ليست بالمعهودة لتخفيف وزن المحافظ وتخفيض التكاليف على الأولياء، لكن التطبيق هل سيكون فعلا بالإمكان في الأقسام؟ وهل سيتبع فعلا الأستاذ قائمة الوزيرة أم سيسير على ما اعتاد عليه منذ سنوات، كراس من الحجم الكبير وكتاب يحضر مع التلميذ كل حين لا يبقى في خزانات القسم ويستخدم في حصة التدريس، بل يثقل كل يوم محفظة التلميذ صباحا ومساء بحجة حل التمارين في البيت والمراجعة. في توجه مفاجئ انتعشت حجوزات السياحة للجزائريين خلال الأسبوع الأول الذي تلا عيد الأضحى ويسبق الدخول المدرسي الذي يعرف غالبا ركودا قياسيا لنشاط الوكالات السياحية، ويتوقع المهنيون أن يستمر موسم العطل هذه السنة إلى نهاية أكتوبر المقبل، بالنظر إلى تأجيل الكثير من الجزائريين فترة إجازاتهم إلى ما بعد موسم الأعياد. روبرتاج في السياق لزميلة منال عبديش. العطلة الصيفية بالنسبة لعديد العائلات الجزائرية لم تنتهي، بل ستتواصل هذه السنة إلى غاية نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر، فالدخول الاجتماعي الذي بات على الأبواب لم يمنع الجزائريين من برمجة رحلاتهم السياحية في هذه الفترة، والهدف الاستفادة من تخفيضات الفنادق وتذاكر السفر. بالنسبة للعائلات اللي عندهم أولاد يعني في المدارس فما نظنش يعني رايحات تتوقف تقريبا في بداية سبتمبر، أما العائلات اللي ما عندهاش أولاد صغار اللي معنيين بالمدارس فيقدروا يمشيوا حتى لنهاية سبتمبر، لأن مازال الجو مليح والأسعار رايحة تنخفض في هذه الفترة، وبالتالي فيه بزاف شريحة من المجتمع الجزائري اللي يفضلوا أنهم يمشيوا يقضيوا العطلة الصيفية نتاعهم في هذا الوقت بالذات، لأن ينقص الغاشي الأسعار تنخفض، وبالتالي يعني يصيبوا السعادة نتاعهم في هذه الفترة. مع اقتراب نهاية موسم الاصطياف وجهات الجزائريين لم تتغير، لتبقى تونس تركيا والمغرب أهم الوجهات. والله تقريبا عندنا 5 أو 6 سنوات الوجهات تقريبا معروفة على الجزائريين، وأنا كنت قلتها عدة مرات ونعود نقولها، لأن الجزائري على غرار أي سائح في العالم عمره ما يبحث على وجهة معينة بل يبحث على السعر، فكلما كان السعر ملائم لميزانيته أو لقدرته الشرائية فكانت هي تلك الوجهة، وبالتالي يعني اللي خداو نصيب الأسد من استقطاب الجزائريين هذه 5 سنوات الأخيرة هي يعني بامتياز تركيا، الجارة تونس والمغرب. وإن كان السائح الجزائري وفيا لوجهته التقليدية، إلا أن الوجهة المصرية أحدثت المفاجأة هذا الموسم، فتركيز القائمين على القطاع السياحي في مصر على استقطاب السياح الجزائريين نجح لحد بعيد. المصريين اليوم يعرفوا أن الجزائريين يعني سواح من الدرجة الأولى. الزبون الأوروبي أو الأجنبي لما يحدد ميزانية، مثلا يحدد ميزانية 500 أورو باش يقضي العطلة تاعه، مهما صار ما راحش يزيد ولا أورو واحد فوق الميزانية، لكن الجزائري يشتري المنتوج السياحي بسعر معين، لكن تصوري أنه راح يصرف لما يكون في عين المكان 3 أضعاف السعر اللي يدفعه على المنتوج السياحي اللي يشراه، وهذا هذه صفة اللي ما عندهمش السواح الآخرين. الجزائري كيش يقولوا إلي سبونتاني، يعني إذا كان شاف حاجة وحب يشريها يشريها ما يخممش ما يفكرش.
تغير الثقافة السياحية بالنسبة للجزائريين في السنوات الأخيرة من خلال التركيز على السفر والاستمتاع بما توفره مختلف الدول التي يقصدونها من خدمات وعروض مغرية، وضع وإن استغل من طرف الجهات الوصية كما يجب لاستطاعت الجزائر إنعاش سياحتها الداخلية وخدمة اقتصادها بدل اقتصادات الدول الأخرى. قال نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش الوطني الشعبي يحظى بدعم رئيس الجمهورية وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، مضيفا أنه سيبقى يؤدي مهامه الدستورية المنوطة به بكل إخلاص. وعلى هامش مراسم تنصيب اللواء حسن عليمية قائدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للواء شريف عبد الرزاق الذي أحيل على التقاعد، شدد الفريق قايد صالح على أن من أهم رهانات الجيش حفظ استقلال الجزائر وتثبيت أسس السيادة الوطنية والسلامة الترابية للبلاد. يبقى الجيش الوطني الشعبي سرير الجيش التحرير الوطني هو مسند بدعم وتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني. قلت يبقى يؤدي مهامه الدستورية بكل إخلاص وكفاءة واقتدار في كافة الظروف والأحوال، ولن تثنيه في ذلك مختلف التحديات والرهانات، فأعظم الرهانات التي تستحق منا بذل الجهد إلى والجهد من أجل ضمان كسبها هي رهان حفظ الاستقلال الجزائر وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية والمحافظة على قوة ومتانة عراق وحدتها الشعبية. دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري المعارضة للتحالف لتقديم مرشح توافقي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي كلمة له خلال افتتاح الملتقى الوطني لرؤساء المكاتب التنفيذية للحركة قال مقري إن حركته هي الأجدر والأقدر على تقديم مرشح قوي يخوض غمار هذه الانتخابات، كما لم يستبعد مقري خيار التقدم بمرشح خاص بالحركة إذا لم تستجب المعارضة وخيار المقاطعة في حال ترشح الرئيس بوتفليقة. وأنا أخاطب المعارضة في هذه الجلسة من خلالكم وسائل الإعلام، اللي عنده اقتراح يعطيه لنا يحطونا على الطابلة، اللي عنده اقتراح من المعارضة في خيار التحالف حول شخصية من المعارضة يتفضل، احنا نقول لهم احنا قادرين نكون في حركة مجتمع السلم، قادرين نكون نحن مرشح المعارضة، ونحن الأوفر حظا، نحن الأوفر حظا في هذا الخيار، ونحن الأقدر على تبوأ هذا الموقع الذي ينفع المعارضة وينفع البلد. من جهة أخرى هاجم مقري الحكومة وقال إنها تفتقد للمصداقية بإعطائها وعودا وأرقام متناقضة تضمنتها مسودة مشروع قانون المالية الجديد الذي يثبت حسبه استمرار تبعية البلاد للمحروقات. مشروع قانون المالية الجديد ل 2019 رجعت الحكومة إلى بعد محاولة لم تستمر طويلا إلى سياسة التوسع في الميزانية وشراء السلم الاجتماعي بالاعتماد سابقا على المحروقات. مشروع الميزانية تاع اليوم يؤكد بأن طباعة النقود متجهة إلى ميزانية التسيير وليس ميزانية التجهيز، فهو تناقض صارخ وسلوك غير حكيم ولا علاقة له بالاقتصاد. إذن نحن أمام حكومة ليست لها مصداقية. كشفت وسائل إعلام ألمانية عن أجندة كثيفة للمستشارة أنجيلا ميركل خلال زيارتها المرتقبة للجزائر دون الكشف عن تاريخ
تاريخ محدد لها. وأفادت النسخة العربية للبوابة الإلكترونية للموقع التلفزيون الألماني أن ميركل ستناقش مع الجانب الجزائري ملف المهاجرين الغير شرعيين كمسألة ذات أولوية للأوروبيين إلى جانب التطورات الأخيرة في ليبيا. بعد تأجيل متكرر، رأى المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل قريبا بالجزائر، أو هكذا توقعت وسائل إعلام ألمانية نافذة في مؤسسة صنع القرار السياسي والاقتصادي ببرلين. زيارة تقول ذات المصادر أنها ستكون محملة بجملة من الملفات الثقيلة والتي بقيت عالقة منذ أشهر بفعل التأجيل الذي طال زيارة ميركل للجزائر. وجود ميركل بالجزائر يتزامن مع ضغوطات أوروبية متزايدة في السر والعلن على بلدان شمال إفريقيا للقبول بمقترح بروكسل الرامي لإنشاء مراكز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين في إطار ما يعرف ببرنامج الإنزال، والذي يسمح بنقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض المتوسط إلى ملاجئ في شمال إفريقيا، أين يتم النظر في طلباتهم الخاصة باللجوء، وهو الإجراء الذي سبق للجزائر وأن رفضته جملة وتفصيلا على اعتبار أن الطرح الجزائري يذهب إلى ضرورة دعم برامج التنمية في دول الجنوب كخيار استراتيجي لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو القارة العجوز. الموقع الإلكتروني للتلفزيون الألماني في نسخته العربية كشف نقلا عن مصادره الخاصة أن المستشارة الألمانية تحمل خطة جديدة للتعامل مع ملف إعادة ترحيل الجزائريين الذين رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء، وهو الملف الذي أسال الكثير من الحبر ولقي تحفظات كبيرة من السلطات الجزائرية في آخر مرة فتح فيها الملف مع توجه لترسيم البلاد كدولة آمنة. اختيار ميركل للجزائر وبحسب الخبراء جاء باعتبارها أكبر دولة في شمال إفريقيا وأكثرها أمنا واستقرارا بعد تجربتها الرائدة في مكافحة الإرهاب، والمهتمة جدا بحفظ الأمن على الحدود خاصة مع ليبيا، هذه الأخيرة والتي تحولت بعد حالة الانفلات الأمني الذي تعيشه إلى بوابة مفتوحة على مصراعيها لقوافل المهاجرين غير الشرعيين. هي كلها معطيات تجعل من الجزائر فاعل رئيس ومهم في المنطقة بالنسبة لألمانيا. بهذا مشاهدنا نصل إلى طي أوراق هذا الموعد الإخباري، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.